والتحديد أيضا على سعة رحابته في استضافة وجوه من المغرب الكبير وهذه الدورة في الشخص تونس الخضراء، مرحب بها في إطار هذه الفعالية الثقافية بامتياز، وأيضا في إطار الانتباه والالتفات إلى المنارات والقامات الثقافية في بلادنا. في شخص الأديب والموسوعي والمثقف الرائد دكتور حسن طريباق، وأيضا الدكتور عبد الإله الربحي نظرا لما قدمه، ولو أن الحالة هذه المرة تتعلق بالأستاذ وطالبه.